صفاء حبيركو تكشف سبب تخليها عن تقديم برنامج لالا العروسة. وإدارة برنامج لالا العروسة يرد على اتهامات صفاء حبيركو. إليكم التفاصيل. فبعدما كشفت الفنانة صفاء حبيركو أسباب تخليها عن تقديم برنامج لالا العروسة بعد تنشيطها لنسختين من البرنامج المذكور. وقالت صفاء خلال حلولها ضيفتنا على برنامج أنا غير إنسان الذي يبث عبر اليوتيوب أن الظروف العمل كانت سيئة، مشيرة إلى أنها ما كانت لتتخلى عن تقديم البرنامج لو كانت الظروف جيدة. وأضافت حبيركو أنها كانت تجد مشاكل مع شركة الإنتاج كانت السبب الرئيسي وراء إقدامها على مغادرة برنامج لالا العروسة، موضحة أنها كانت تتعرض للمضايقات والاستفزاز المتكرر بسبب أمور اعتبرتها تافهة من قبيل الملابس وغيرها. كما كشفت صفاء أنها تعاملت مع عدة شركات إنتاج من قبل، مؤكدة أنها شخص مهني ولم يسبق لها أن تعرضت لأي مشاكل من قبل إلا مع الشركة المنتجة لبرنامج لالا العروسة. وختمت صفاء حبيركو كلامها بالإشارة إلى أن برنامج لالا العروسة مدرسة تعلمت منها فن تقديم البرامج، إلا أن إدارة إنتاج برنامج لالا العروسة كان لها رأي آخر ورد آخر على صفاء حبيركو، حيث صرحت لإحدى المنابر الإعلامية. وخلافا لتصريحات صفاء حبيركو، كشفت مصادر أن القائمين على البرنامج هم من اختاروا التخلي على صفاء بسبب كثرة الشروط، سيما وأن حملها تزامن مع التصوير ومع بداية كورونا.